أدخلوه. السلام عليك يا مولاي. وعليكم السلام. نشكرك على كرمك وحسن استقبالك لنا يا مولاي. لقد ساءت بنا الأحوال وانقلبوا علينا وسلبونا السلطة يا مولاي، وضاقت بنا الأرض بما رحبت. وأين كنتم عندما سلبت منكم السلطة؟ لا تحرجنا يا مولاي، نطلب منك العون والمدد يا مولاي، فقد سمعنا أنك ملك لا يظلم عنده أحد. وما الذي تريدونه؟ نطلب منك خيمة لكل واحد منا، أنا ورفاقي، تكون مهيئة للراحة والنوم إن أمكن. لكم ذلك، وماذا بعد؟ ويا حبذا لو أن هناك واي فاي سرعته لا بأس بها. أتكفيكم 4G؟ جدا مناسب. لكم ذلك. ونطلب منك إقامة في بلادكم سارية المفعول، ليس مهم المهنة، إن شاء الله سائس خير. لكم ذلك. وماذا تطلبون لشعبكم؟ لشعبنا؟ نعم لشعبنا، نطلب منك الدعاء له يا مولاي. الدعاء؟ نعم. وهناك شيء آخر ولكن مستحون منك يا مولاي، يعني ولو نثقل عليكم، يعني لو أن هناك إن أمكن يا مولاي حمل بعير من قاتن بلدي نزي يوميا، إن أمكن يا مولاي فنكون لك من الشاكرين، ولا عادي بنشوف مطحون. يعني حمل بعير من القات؟ أنت دخلت خيمة عرس أم دخلت خيمة ملك؟ ولكن لا بأس، لك ذلك. سلمت وكرمت يا مولاي، أغرقتنا بكرمك يا مولاي. انصرف، وسأشكل لجنة خاصة تدير شؤونكم. أكرمك الله يا مولاي، أكرمك الله، أغرقتنا بكرمك، شكرا لك يا مولاي. قال لك يحرروا بلادهم. ما يقول؟ قال لك اشتيقات يخزن، أجا خيمة عرس مش خيمة ملك. والله ما هو إلا جنين. جنين ونص. هيا نذهب نلعب ببجي بلاي ستيشن. ببجي بلاي ستيشن. ببجي معي ولا اروح؟ ببجي معك.